أنا بعرف يا أمي أنك ما قصرتي معي من لما كنت صغير، وكان بدك بس كون سعيد. بس كمان فيك تقولي لي إذا طلبت منك من مناسبة العيد قطعت الأرض تبع اليوم، أنت كنت رح ترفضي شي؟ مين هاي البنت؟ أنت لمين عطيت وراء هاي الأرض؟ رح أقلك، عطيت الأرض لوحدة تشكرك من كل قلبها. مبين إنه الشاب حابب، وهذا اللي خلاه يتصرف هيك، وأنا ما رح استفيد شي إذا قسيت عليه أبداً. طيب شو اسمها يا محتال؟ أنا مو بس بقلك اسمها، رح عارفك عليها كمان. عن جد؟ إيه؟ ماما عن جد أنا اليوم كنت كتير كتير مبسوط، وأنا كنت بعرف إنه ما في شي بكل هاي الدنيا بيهمك أكتر من سعادتي أنا. ماما ما بتتخيلي قديش أنا جوعان، فينا نتعشى؟ كل أنت، أنا ماني جوعانة. ماشي. جانيل هو سندي، بس كول ديب أنا ما عرفت لحد هاي اللحظة ايمت صار نقطة ضعفي. هلأ في شغلة لازم أنا ساويها، وهي إنه حاول سيطر على حياته مشان ما يرجع يأذي شغلنا ويأذي حاله. أنا حالياً عم دور على عريس مثله لبنتي. شو مرت أخي؟ ما معي حق بحكي؟ أنا بحبه كتير لجيت. بحس الوقت تكون مزعوج. أنا شايفة إنك مانك مرتاح أبداً جيت. خير أخي شو القصة؟ أنت متخانق مع شي حدا يعني؟ مبين إنه مانو كتير على بعضه. هير أنت بتحبيه لجيت؟ شو؟ مرت أخي شو هالسؤال هاد؟ جيت هو رفيق طفولتي وبس، ومستحيل تلاقي رفيق منيح وأحسن وأفضل من جيت بكل هاي الدنيا. طيب وجيت؟ بلكي هو بيحبك؟ مرت أخي أنت شو صاير لك اليوم؟ جيت كمان بيعتبرني رفيقته وبس. لا أهير، هو بيعتبرك أكتر من رفيقة، ولولا هيك ما كان راح اليوم متضايق. مرت أخي أنت عم بتبالغي كتير، جيت بس انزعج من كلام أمي معه وبعدين نسي وقال إنه منيح. أهير حبيبتي حكيك يمكن يكون صح، بس أنا حسيت عليه. يعني وقت أمك حكت بخصوص زواجك أنت وكول ديب وقتها تحسس وتضايق كتير كمان. صدقني الإنسان بيحب مرة واحدة بحياته يا رانجا، وإذا فقدت حبك رح تصير أتعس واحد بالدنيا كلها.